السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بجميع الأخواني اللي يشوفوني بهاي حلقتنا اليوم اللي عندي بعض المواضيع أحكي بيها أبدي وياكم على السريع شغب جمهور زاخو ولو أنا ما أحب أحكي بهيك مواضيع لأن يقول لك التجم نيدة الله يزيده يعني حكينا عن شغب جمهور زاخو وربيل ودهوك بين الفترة والثانية ولا ودهوك أخف وكل حتى بيناتهم ما عندهم شغب ف... يعني بس اجيب مثال انا كتبت لكم العنوان ربما يبدو للاثاره بس هو حقيقه ينطبق عليها. كان عندي صديق بفتره الخدمه العسكريه لما كنا مع حد الدروع بتكريد فجاب لي سالفه بسيطه جبناها عن مثال كان تعرفون محافظات جنوبيه وبعض اهم اهل بغداد حالتهم تعبانه واغلبنا العراقيين حالتنا تعبانه بالتسعينات بالحصار. كانوا يشتغلون بالعوجة بال... وبسامرة وبهاي المناطق فيقول يوم من الأيام السفرة هم كان تسفير هاي معروفة يعرفها أغلب الناس العاصرة وذيك الفترة يسافرون مع المحافظات الجنوبية أو بغداد فسفروه هو هذا من الكوت فسفروه على الكوت يسفرون نفس طريقة تسفير الأردن لما السفرة الشرطة مع العوجة أو سامرة على الجنوب أو بغداد تستلم الشرطة المحلية للمحافظة والشرطه المحليه تقدم للقاضي والقاضي يطلق صراحة هو كان اوتوماتيكيا يطلق صراحة يعني للامانه ما يسجنونه بس لين المناطق يعني انا ما اجيبها الشاهد فيقول لما دخل على قاضي الكوت الشرطه وبعدين قدموا على قاضي القضاء محكمه الكوت يقول بس شافني يقول مدنق على اوراقه يقول قال لي بابا ليش تروح تشتغل هناك هو لازمينه بالتكريت العفو بسامره يقول انا اشتغلت براسه وطنيات يقول شو اسوي انا بعد شدق الا هو يعرف السالفه يقول قلت الأستاذ احنا غير في بلد واحد ومدري شنو الحصار والقياده ومن هالسوالف هاي يقول اشتغلت براس وطنيات يقول دنا قبل الورقه يقول قال لي بابا بطل وطنيات عم اللي نقول لك يكرهونا لا تروحون ذيش المناطق وهم تعطلونا عن شغلنا وهم انتم مبتلينا احنا ما ريدكم تتبهدلون يقعدوا هنا ولمن الله يفرجها فهاي والله قصه حقيقيه وانا اعرفها ناس من قرايبي هم السفر فهذا مثال بس ان شاء الله ذيك يعني مثال هو بس الناس سيئين لكن ان شاء الله العراقيين ما حد يكره الثاني. هذا جبت لك المثال على شغب زاخو يمكن البعض منكم مفتهم قصدي. البعض يعني يشبع بالشلوت الكردي ويحسس علي وانا اسف القسوة العباره وما يحس ما عنده ذره كرامه والمصيبه هو يقول لك انا عرب، من تقول له يقول لك فلان قبيله. يعني انتم هاي كم فريق عراقي راح من بغداد ومحافظات الوسطى والجنوب وخلد كتله بالمحافظات كردستان العراق ورجع مثل الورد. الكتله اللي اخذها مانت بغداد والحكم موقف المباراه بالدقيقه 8 انا ما اتابع الدوري هلا يومين ذني يعني تعرف مشغولين بعده امور بس شفناها ولقطات وفيديو والحكم موقفها دقيقه و بشرفكم لو هاي الحادثه صايره بالسماوه او بالناصريه او بالكود او بالعمارة أنا ما أقول بالنجف وكربلاء أو بغداد أو الرمادي لأن أكثر محافظات مظلومة هي جنوب العراق جنوب العراق يعني جنوب العراق مو شيء أقول طافي لا جنوب العراق الأربع محافظات الجوة مو حتى مو الفرات الأوسط يعني قصد جنوب العراق جنوب العراق فعلا مو يعني التقسيم هذا الطائف اللي عندكم لو هاي من المحافظات هيتشي كاتلين فريق بغدادي وما مكمل المباراة شي يسوون بي شنو العقوبة وشنو الناس تقول؟ ابسط شيء اهل الزفر والربا وش جابكم للطوبه؟ اول شيء شروقيه، هاي ثاني شيء. ثالث شيء المحافظات. زي لما لكن جم لما زاخوا بها سفرات وبها طلعات وهي معروفه زاخو يعني انا ما اكره زاخو بالعكس يعني انا اقول لك اي مكان بالعراق واحنا منفتحين على العالم كله عايش انا ملل وطوائف. بعضها حتى تكون تاكل اللي يتناولوا اللحم الكلاب ما معقول ان نحقد على ناس هم مسلمين مثل العراقيين اول وتالي. لكن انت جاي نقول لك هم الناس عندهم نزعه انفصاليه واكو منظم في ما عدا سليمانيه لين الاتحاد الوطني الكردستاني مسيطر عليها ولو هو هسه بدوا يسحبوا البساط من جواهم واكو احزاب كرديه هاي بالذات يعني حره وتحاول يعني تغير الوضع بكردستان. دولة بس ممكن انت تتعامل بس دولة ما بيدهم هذا يعني لا تقولون للشغب صار هسه راح يطلع لك اكو جماعه من كره عراقيه هذا سليفاني اللي خلوه بلجنه الانضباط يمكن او شيء بالاتحاد العراقي، واحد يعني هم صاير مشرف كان فريق زاخو يمكن، محمد زاخو وما ذولا يبررون، ذولا شغلتهم ينقتل فريق بغدادي لو من الجنوب والوسط يجي يبرر الكوره، هذا اللاعب اشار على الجمهور، ولك هو ذا راح بالناصريه او بداخل ملعب الشعب الطلبه فايز على الزوراء. ليش ما جمهور الزوراء كتل لاعبين الطلبه او جمهور او او جمهور الطلبه؟ يعني الفريق العالم صارت تخسر ولاعب هذا وشخص نزل بلعبه البرش بريال مدريد لما انتقل لويس فيج لما انتقل لريال مدريد جمهور برشلونه مو حتى واحد عاري نزل بالملعب يعني الاخوان اللي عرقون على الجروبات اللي شاركت المنشور بها عرقوا هنا لان ما جاي يشوفكم هناك لان شوفونا انا بعد يعني ما معقول اطلع من اللايف أدخل على الجروب على كل حال خاف واحد يقول لي يتكبر علينا فاللي جاي نقوله الفرق هاي عندها نزعه انفصاليه فلازم تخلوا لها انتم المحافظات الوسط والجنوب وبغداد لازم تجتمعون بالاتحاد تقولون له حظر على اللعب بكردستان يا اخي معروفه بلا هو كان بلا جمهور المفروض اللعبه قبل ايش قد بالله والله نسيت بالفيسبوك الشباب كافي 18 ساعه ما ادري اقل من يوم كامل مقررين المباراه بحضور جماهيري والمباراه تعادل ورامين هاي القزازات المي وكذا، زين تو انت متعبدل وانت فريق زاخو يعني شنو برشلونه وتتعادل ويا في بغداد ولا مانه هو مصدر الدوري، يعني ما اعرف هاي الـ هاي الـ هي هي مو انا ليش جبت لكم مثال قاضي الكوت؟ قلت لكم هم يكرهونك مو يكرهونك بمعنى انا اقول يعني بما ما معناه هو يريد يقول انا اريد لدوله بحد، انا اريد دوري بحد وهو مسوي له دوري بالفعل، بس الفيفا ما مطي منتخب. هو جاي يقول انا ما اريدك هو يقول لك انا لان الازمه الاقتصاديه هاي بتشلب بيك فاللي يفتهم يفتهم واللي ما يفتهم خلي يسبع ش... يشبع شلاليت من نديه كره ويرجع بس اذا رجع لا يصير زلمه براس المحافظات الجنوبيه هاي كون من تنكتل بمحافظه جنوبيه او بالمحافظات الغرب الغربيه مو تنكتل مثلا اذا رجعت ان شاء الله الرمادي او الموصل ان شاء الله يرجع اللعب بيها بعد ما تحرر من داعش واعوانها مو من يرجع تروح تسويها شغله طائفيه، مو من تقتل بالناس ريهم شغله طائفيه، لا جنوب ولا هاي، انتم متعودين الكتله بكردستان، فضت راحت هذا بالعربي انا اجيبها لك. هسه العباره قاسيه مو قاسيه، مو اكثر من اللي على السيد السستان وعلى المراجع وعلى الجنوب وعلى المذهب وعلى كله لو بيكم لو انتم زلم خشنه، لو انتم زلم بس انتم مو زلم. هاي انتهت. عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد لكرة القدم انا ذيك الفترة دافعت عنه فترة بسيطة ولا هو هذا الاتحاد غير شرعي لان هو اللي كان الانتخابات سنة والجماعة لفقوها وزارة صار التوافق عبطان وكم صحفي مرتزق موجود أسامين بس ما اريد اقول روجوا لا يا ليش ننتخب اربع سنوات؟ ليش سنة وبعدين هم نرجع انتخاب؟ على بالك خسارة يعني من يقعدون بقاعة بمسرح الرشيد وفندق الرشيد ويسو انتخاب قالوا لا خلينا نسويها اربع سنوات اكو ناس ما رشحت هو كان منتظر السنة تخلص وعود بعدين يرشح فصارت لفقوها قالوا للفيفا لا بعتبروها أربع سنوات يعني مخالفة صريحة 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 ودول المعارضة اللي رافعين على سعد مالح وقومة قالوا إلا الملة إحنا رفعنا عليك دخلنا وياك خلينا اللي هو الملة لازم يطلع على كل حال الاتحاد أنا من وجهة نظري قانونا اللي هو صحيح هو غير شرعي هذا يعني انتهت مدته عبد الخالق مسعود يعني المثل هذا اللي تحت عن زي معنى ليش تخلينا نعيده ونقوله وهذا المباراه بالسعوديه صريتوا على اللعب بطهران وبيران يعني هي صارت المشهد المهم يعني بيران والسعوديه اصرت ما تلعب بيران تمام الفيفا جبرهم مثل ما جبرهم بال2002 رغم انه فقره كان ممكن الفيفا يجبرنا ما نلعب بايران والسعودية السعوديه لان السعوديه وايران تعتبر عداء بيناتهم، شوفوا يعني الفيفا انصفنا بس احنا ما منصفين نفسنا وانا اقول لك هسه لو اطبقها لك قانونه وكل وقالوا انت السعوديه وانا مش عندي ويا السعوديه؟ لو تقول له عميل الامريكا بيها مجال، قاعد عندهم مجنس عندهم بس عميل السعوديه شو صخم بيها الشاهد الفيفا قال لك اللي اول لعبه بايران ما رضت السعوديه قال لك ببلدين حياد، ماشي؟ لعبت بكوالالمبور انت تمام بقت الإياب برض السعودية المفترضة قال لك الفيفا قائلها برض بأرض حيات السعودية لحد الآن ما حددت. أنت عبد الخالق مسعود هي السعودية رافعة بقضية كاس المحامي مالتهم مال الاتحاد يعني دكتور نزار قال قضية شبه محسومة وإحنا ما حتى ما محتاجين نروح للكاس. ليش رحتوا لجلسة الكاس؟ هي يمكن تأجلت الجلسة أو شيء، ليش رحت للكاس؟ وأنت دكتور نزار جاي تقول إحنا ما مضطرين نروح الكاس، القضية إحنا مو طرف بها، ليش ما تغلس؟ بعض الامور تحتاج تغلس يعني انا هسه اقول لك يا قانون انت لو من رحت يصير تفاوض تحت الطاوله وكذا لو قاعد وساكت انت دكتور نزار قاعد بامريكا واسكت رايح هناك تكلف خزينه الدوله وانت عبد الخالق مسعود يقعد انت انتبه للدوري صاير شاطه باطي رحت وما قضيه كاس حتى تصير عبد الخالق مسعود يتناطح اعلاميين سعوديين ليش نزل نفسك لهذا المستوى يا اخي خلاص ما صرح انا عندي عندي قضيه أنت رافعها مع محكمه الكاس على اللجنة التنظيمية لتصفيات مونديال كاس العالم هاي القضية مطعوا فلسفون راسكم بالإعلام وكم صحفي مأجور أو هو ما عنده ثقافة عامة يروج لهم القضية الرافعة السعودية على اللجنة المنظمة لتصفيات مونديال 2018 بروسيا حتى مو على الاتحاد الاسيوي وعلى على الفيفا يعني كمنظمة نفسها على اللجنة هاي المنظمة المنظمة زين لأن التصفيات المونديال لها لجنة منظمة داخل الفيفا زين انتظر شوف الكاس شو تقرر اذا قررت بالسعوديه بها وانت بعدين تبدا تستانفها وقول خلاص العب بالسعوديه يعني هو ما ماليزيا غربونة زين عبد الخالق مسعود له تصريح قبل يومين غريب انا لحد الان ما لا انا فهمته بس اريد ما شكك به بهيت شهر فضيل وحتى ما صر يعني خطيه برقبتي مثل ما يقولون وشككت بالانسان يقول لك احنا مستعدين كمبادره يعني من عنده يعني طلع مبادره المله يقول كمبادرة الحسنية نقترح المباراة نوافق تقام بقطر رغم أن هذا يكون ضدنا لأن جمهور السعودي معروف يدخل بلا فيزا القطر وجمهورنا عكس ذلك زين أنا أقف عند هاي أنت الملة تبادر شلك علاقة إذا تبادر تقدم تنازل أما بقطر أنت ما متنازل أنا هسه أقول المباراة السعودية مطلوب منها تختار بلد محايد زين بلد يعني ارض بديله هاي هم مو ملعب محايد تسمى ارض بديله الملعب المباراه المحايده اخواني هي المباراه اللي لا بارضك ولا بارض ذاك اما ملعبين ارض بديله ارض بديله ان اختاريناها كوالا وارض بديله السعوديه تريد تلعب بالبحرين تلعب بقطر تلعب بالامارات تلعب وين ما تريد انت شكو انت تقول لهم لعبوا بقطر ما يخالفوا موافقين غصبا علينا نلعب بقطر اذا السعوديه اختارتها ليش شنو قطر ممنوع اللعب بيها يعني لو هي خافقة حسب على قطر أمارة سعودية قطر دولة والبحرين دولة يا ملا افتح لي الجمجمة يعني السعودية تختار ملعب قلهم عمي اختاروا ملعب مو بالسعودية وأنا وهو الفيفا راح يبلغك وانت تروح تلعب بعد الحكي الفارغ هذا شنو داعية اذا تخلي المباراة بملعب دولة معادية للعراق وصعب انك توصلها وما اعتقد هي هذه الدولة المعادية للعراق وتلعب بها السعودية منو هي ما تقل لي ماكو اي دولة حاليا والمشكلة حتى بالسياسة ما تفهمون بدول آسيا من الدولة اللي العراق حالة عداء وياها بحيث المنتخب حتى ما يقدر يوصل لها وأكو تأثيرات عليه ماكو دولة عرفت شلون ماكو دولة بحيث السعودية كل العلاقة كل دولة عندها علاقة السعودية بها داخل آسيا إحنا هم عندنا علاقة يعني إسرائيل ما عندهم علاقة بها ولو هي بالاتحاد الأوروبي وإحنا هم ما عندنا علاقة وإحنا سوريا علاقتنا نحسبها بها وهي يعني هي إيش تختار السعودية تختار الإمارات قطر البحرين عمان هذا تختار السعوديه فانت شلك علاقه وبعدين انت ما تتنازل تقول ما يخالف العب قطر لا غصبا عليك تلعب قطر اي نعم غصبا عليك يعني السعوديه هسه من حقها تختار ملعبها هاي الاياب افتهم هاي الاياب اذا الفيفا اذا الكاس ايدت قرار الفيفا تبقى خارج السعوديه يقولوا لهم الكاس اختاروا ملعب بعد السعوديه مجبره تاخذ تختار دوله الدوله تختار السعوديه غصبا عليك تلعب بيها واذا ما تلعب يعتبرونك بنسحب من, من المباراه زين هاي وحده اذا اختارت قطر فانت ليش تدليهم على قطر شنو يعني فهذا التصريح اخواني الى ما خلف الاكمه اكمه يعني بدا يطلع مبادره انت الى تطلع مبادره مو انتم قلتوا نريد طهران وتشلبتوا طهران والفيفا أيدك ليش تدورون هسه زله توقعاتي مثل ما توقعوا بعض الناس بالفيسبوك اتوقع في حاله الخساره لا سامح الله امام الامارات يمكن الجماعه يقولوا للسعوديه يلا خلينا نلعب بالسعوديه هي ضايعه ضايعه ويطلعونهم يعني شرار محتاج فلوس للكرخ إن كان هو فعلا محتاج يعني إذا الفلوس ما راحت لندن وصفرت الميزانية فشي طبيعي نحتاج فلوس وكذا الملة وكذا هذا الحكي مو راجم بالغيب هذا التصريح فسرولية لأن أنا قوانين فيفا تقريبا تصفيات واختيار الأرض كلها عارفة لا أحد يناقشني بها وقلت قبل ومباراة فلسطين السعودية قلتها قبل الإعلام السعودي والعراق وموجودة على كرة سعودية زين وإجت على كلامي ونقلت من عندها بعض الصحف السعوديه هذا التصريح خوش حكي خلونا من هاي أه لان ماكو ناس اعرف زياره اربعينيه الامام الحسين واعرف يعني شويه الوقت هذا فماكو ناس كثيره بالبث بس ما يخالف واحد يغني عن الف اذا كان انسان متفهم قضيه ستار ياسين هم رجع جمهور الطلبه بصراحه مو جمهور الطلبه القديم يعني غراض آه راضي عشان اختار تشكيله الله يوفقهم ان شاء الله بعد بكره ويا الامارات، لكن اختار ستار ياسين وهو له بلقاء إلى لقاء قال انا مراقبه من شان بدهوك هوك وهو لاعب زين. لكن الولد ما عنده خبره ويمكن يعني حتى سنواته بالدوري قليله. آه من آه رجع راضي شيء منطقي اذا تتذكرون انا عندي لايف الجمهور اللي بالذات جمهور الطلبه مراقب الحكي هذا مراقبه. انا قلت انه ستار ياسين راح يتدرب على المنتخب وذاك وديات ممكن يشارك بدقائق من الوديات، بس ما أتوقع يشارك بلعبه الامارات، هاي منتهين بنعدها حتى احتياطي، ليش؟ لان ما معقوله تسحب لك لاعب من الدوري اليوم وتدبب المنتخب هاي صارت بالتسعينات، سبب انتكاستنا رقم يعني من ضمن اسباب عدم الحصار وماكو معسكرات. بالتسعينات من لزم المنتخب فتره انور وفتره يحيى وفتره شو اسمه حج اكرم وكذا كانوا يجيبون لاعب من الدوري وحتى الكابتن عدنان حمد للاسف كلهم يجيب لاعب من الدوري مثلا مو الدوري كان قوي لاعب يبرز الاسبوع هذا ضموا على المنتخب لعبوا اول لعبه احترق كرته لان اعتياد اول لعبه ما بعد ما منسجم وعده امور اللعب الدولي فرق عن ملاعبنا لان تعرفون دورينا مو مرتب يعني مثل الدول الدول حتى دوريها كلها ملاعب دوليه واللاعب جاهز فينحرق كرته فلان من عو مدى الحياه فلان من عو... بعد بقى... 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 مدربين كنسلوا صارت اذا واحد يتذكر محمد هادي اللاعب الاسمران القديم بالشرطه وكثير لاعب محمد هادي كان لاعب جيد لكن اشتهر اسبوع سحبوه المنتخب لعب لعبتين ما قدم عرض نزلت عليه العالم حكي ومو خوش لاعب وفاشل وشي فهذا المثال فيا جمهور الطلبة الجديد بالتشجيع القديم اعتياد هاي تعرفونها وإذا ما تعرفونها لا بعد صعب نعلمكم من جديد لكن اللي يفتهم بالهذا ستار ياسين شيء طبيعي كان يستبعده راضي شنيشل استبعده مو نهائي وكذلك مو استبعده لأنه هو سحبه أساسا حتى يتألقم مي الوضع بالمباريات الدولية وبالهذا وكذلك أنه أحب أقول لكم المدرب مهما كان هو صاحب الخيار يعني ممكن تطالبون بقالة المدرب ممكن تطالبوا بشي بس ما من حقنا نطالب مدرب بهذا ضم هذا اللاعب واستبعد هذا اللاعب بس اه اقتراحات اللي يفهم الصحفي يكتب اقتراحات الجمهور من حقه يشوف لاعبه المفضل بس اللي ما أحب أشوفه لا تخلون اه اه لا تقطعون حبال ود بين لاعبين ناديكم ومدرب المنتخب الوطني بأي لعبة مو بس كرة القدم يعني اللاعبين بالطلبه او بعض الانديه بس هسه بالذات بالطلبه وللاسف بدت بالجويه رغم ان الجويه بيها لاعبين منتخب بعض الناس عندهم يعني اصدقاء صديقه هو لاعب او بالمنطقته او ممكن هو حبا بالنادي من لاعب يستبعد المدرب او ما يسحبه يظلون يغلطون على المدرب يطلعون تصريحات للاعب ضد المدرب فهاي تصير خلوا الامور البساطه احمد مثل ما يقولون خلاص المدرب قال انا شايفه لاعب جيد ويحتاج له امور سحبه يتدرب مع المنتخب قال اخرجهم من مباريات الدوري للعبات الدوليه انتهت هو عنده بس لعبه الاردن قبل ما يسي يعني السفره النهائيه المنتخب وفد كامل كان من الصعوبه ياخذه عنده خيارات فبلعبه الاردن كان صعب يجربهم لان هي لعبه وحده يعني لعبه ايران ما صارت ومو كل لاعبين يلعبونه فستار ياسين قدام المستقبل وانا هم قلت ب... ب... حلقات سابقه لايف قلت انه يطور بمستواه ويعني وي... يضبط له كم حركه مثل المهاره اللاعب المدرب يخت... يحتاج لاعبين عنده مهاره بتنفيذ الضربه الحره مثلا او عموم الضربات الثابته اذا تطور نفسك المنتخب عنده يعني ضعف بهاي الميزه اذا تطور نفسك ممكن يفضلك المدرب على لاعبين خط الوسط الاخرين او تنافسهم بغض النظر عن مستواك يجوز شوي اقل من عندهم يعني هو محتاج هذا آه على كل حال والله الله يوفق اللاعب وبالنهايه هو المدرب هو الاحق باختيار التشكيله يعني سواء اختاره ما اختاره يعني هي هاي هاي المنتخب يحتاج ل 25 لاعب وفد كامل و11 لاعب بالساحه وست لاعبين احتياط يعني ما ممكن كل العراق يلعب بالمنتخب هاي ما با ممكن زين آه بقى بس آه بالنسبة للمنتخب الوطني عند لعبة ويا الإمارات يعني هذه مشكلة اللعبة هاي مهمة نتأمل بيها ثلاث نقاط وثلاث نقاط ست نقاط يعني معناته نصير المركز الرابع مثل ما تعرفون وندخل منافسة بقوة وعندنا مرحلة الياب مية بافرج يعني والمنتخبات راح تتعاكس بيناتها يعني السعودية والإمارات السعودية واليابان واحد راح يسقط الثاني يعني ما اتوقع تبقى هاي الفرق آه المباراه هاي آه امنياتي ان تكون التشكيله كالتالي اتمنى طبعا الحارس محمد حميد آه شيء طبيعي المدافعين اتمنى ان يكون مهاوي على الظهير اليمين وضرغام اسماعيل على اليسار وناظم مصطفى ناظم واحمد ابراهيم آه صحيح سعد ناطق مدافع جيد وكذا لكن مصطفى ناظم اشعر به شويه من سجم اكثر مع احمد او هو شويه يعني ما اعرف احس شويه به لمسه عدم تهور عنده، سعد جيد وقد يشرك المدرب بس اتمنى مصطفى ناظم واحمد ابراهيم. وهم أه ادوا اذا جيد مع قطر. أه نص احمد ياسين على اليمين وطبعا ما اتمنى امنيه يعني هاي فكرتي. اتمنى جستني لعب المدرب على جهه اليسار كجناح يسار لان هو بلعبه الامارات قريب لجناح اليسار عليكم السلام اخي ميثم الانيق حياك الله الحمد لله انت انضميت أه الحقيقه انا اتمنى جستني يكون على جناح اليسار وطبعا لاعبين نص يجب اشراك بروه وهو المدرب يبدو عازم لعب لعبه بلعبه الاردن بروه وسعد عبد الامير يعني بصراحه تكون تشكيله توب وطبعا الهجوم مهند ما حاليا هو مهند ما انه ويمكن يبدب على يعني المشكله شو كان يعني هم هم للسير يعني ما عنده غير على جاسم محمد مصاب اعتقد صرحوا جاسم مصاب يعني هو ما عنده غير علاء ومهند حاليا صراحه ضعف بالهجوم ممكن على فترات ممكن ينزل شو كان بس حاليا علاء ما انه بدي يعني مجبرين علاء ومهند ان شاء الله يعني هاي التشكيلة اعتبرها مثالية انا من وجهة نظري يعني هاي تشكيلتي. آه وان شاء الله طبعا اكيد هواي من عندكم يقولون تشاو علي عدنان وين؟ علي عدنان وضرغام لازم ما حد بيهم يلعب. آه هو راضي راح يلعب اثنينهم نفس الطريقة جناح وظهير راح يلعبهم. بس آه مكان جستن آه مهاجم هو مهاجم اساسا بس هو راح ي... الهجوم بصراحه هو مهند اثنين ساقطين يصير ربط اذا معناته على يعني لو يخليه جناح كان بدع بلعبه الاردن اذا تتذكرون حتى لعبه السعوديه بعدين طلع راضو وتاثرنا شفتوا شلون فاتمنى جستن يكون على الجناح اليسار واحمد ياسين على اليمين وبالنص بروه وسعد عبد الامير ويطوا واجبات لسعد اكثر شيء راح تكون مم... يعني توب النص لا باس بي ويبقى التوفيق من رب العالمين، يعني هو التو... هي المباراه توفيق ترى ويكون لاعب جاهز، يعني ماكو اكثر من هاي اللي اقوله أه هذا اللي ص... اللي عندي بقى بس عندي بس موضوع عن بعض الاعلاميين أه يعني انا ما احب أحكي واحنا شهر هذا مبارك او يعني قبل يوم من لعبه العراق او تعتبرونها تصفيه حسابات بس انا يمكن بعضكم اللي متابع صفحتي الشخصيه انا ما نشرتها على العام اعتقد نشرتها على هالصفحه أه شوفوا انا نشرت رساله محمد ابراهيم الناصر على الصفحه وبلا رتوش لا قصيت منها ولا هاي يعني الغلطات اللي اللي غلطها علي نشرتها كما هي بس ليه ما بيها كلمات يعني يعني خادشه بحيث مس عوائل فلين ما بيها نشرتها بس قلت ما يخالف مسبه طابعوها بصفحتي وناشرها انا وما راح احذفها على مود تعرفون شنو مستوى ضحاله هذا الاعلام اللي مثل اعلام الشرجيه او البغداديه او دجله تعرفون شنو مستواهم دول من منحطين رغم انه انا لما تكلمت لايف تكلمت بمستوى فني وقانوني عليه وما جبت بكلام لا قلت له تكرمون حيوان ولا قلت له ابن الكذا ولا ابن المدري شنو ولا قلت انتم شوف من انت من تقول كل انتم يعني هذا شنو خلفيه عرقيه طائفيه محافظاتيه شنو عشائريه شنو انتم انت من تقول لي انتم اساله خاطب الواحد نقول له انتم يعني قصدي انتم جمهور الزوراء جمهور الجويه العراقيين اهل الغربيه الوسط جنوب منو انتم؟ يعني ليش ما اقول انت؟ هو لو قايل لي انت كذا، انتم شنو معناتها؟ كله انتم انتم عرفت شلون؟ آه كذلك ابراهيم الناصر الكذاب الافاق من ضمن اللي قالها وانا كتبت له رساله بس مع الاسف واحد وعدني وص... انا اقدر اوصلها وممكن اسوي لي صفحتين ثلاثه وهميات، بس انا مو مو مثل دولة الجبناء. يعني وداله رساله مسبات وبعدين حذفني. هو مو بصفحتي يعني صديق بس هو استبق الاوان انا نشرتها بالتوضيح اللي نشرته يعني شلون واحد يودي لك رساله غلطات وبعدين يحذفك وانت اصلا مو بقائمته فشنو هالجمل الجاي انت؟, انت ليش وديت لي رساله وانا ممكن امسحها واقول ما حد ودالي واو لي صديق لي قال انا اوصل لك رساله وقلت ولا غلطه بها الرساله شرط التوضيح اللي وضحته امام الملأ هو يروح للناصر حتى يعرف قيمته شنو بس صديق طبعا من ضمن احنا العراقيين شغلتنا اذا غلسنا غلسنا ما وصل وانا ما اريد اوديها، انا ممكن اسوي لي اربع صفحات خمسه وعندي اصدقاء هوايه يعني ممكن يعني قالوا لي اي شيء تريد صفحاتنا نفتحها لك هذا حتى الباسورد نطقها بس هاي مو اخلاقي. على كل حال محمد ابراهيم الناصر انا التقيت به مو التقيت يعني هذا يعني شفته مو إن اللغة ما كان عنده علاقه بي بتصفيات غرب اسيا 2007 قبل ما هو ايدني قال لي فعلا كنت جا من دبي اكو بنيه عراقيه اللي تبرع لها لسعد البزاز غيره بها مرض هي واهلها طبعا هم من بغداد يعني عائله ميسوره للعلم مقيمين بعمان يعني هم فقط هاي علاقتهم البعثيه بس الله يشافيها البنيه ان شاء الله تكون شافت ما اعرف صار بي مو هذا موضوعي والبعزاز مع هذا اقول كثر الله خيره مو هذا مو موضوع بتاتا الشاهد كان جاي مراسل هو لدبي هو وياهم يعني مساعد مراسل محمد ابراهيم الناصر وصحفيين ويا مصور فلسطيني خوش وكانوا بالحر عراق هذا حسام حسن كانت القضيه لان احنا انا الصحف ابراهيم الجنابي اللي الكابتن حسين سعيد قال له بدايه بلشت حسين سعيد قال كانت وصلت له اكتب لجريدة عراقيه وحضرنا والله وطه الجنابي موجود حي يرزق اول هاي دخله الي كصحفي باستاذ عمان دخلت ويا طه الجنابي لما صارت جمهور العراق حاشون خابرون الشباب قالوا مشكله تذاكر سوق سوداء يا اللي يتذكرها وعند استقاب عمان واذكرهم هسه والاعلام العراقي سوق سوداء الجمهور الاردني عادي يحصلها وهو بس الجمهور العراقي مبتلي وما يحصلها فالشباب خابروني قالوا برا وكذا وهذا شوف خلي صحفيين يحجون بها حاكيهم لان انا شفتهم هو هذا محمد ابراهيم الناصر من قناه دبي بكتها مو بالشرقيه وحسام حسن اثنينهم هم واحد من اعضاء الاتحاد العراقي اتذكر يمكن ابو شوقي كاظم سلطان هم قال كان بالمقصوره وين ناجح مود وكذا قال لي قل لهم حاكوهم وكذا وخلي يطرحون القضيه فقلت له انا مو انا اللي بتحكي قلت له بس الشباب قلت لهم يعني اجمعهم شلون تقول تنظيم انا قلت له الشباب هيك صاير عندهم واحنا يعني قبل حتى ناجر باصات للزرقة وكذا وحتى وين ما كان بس هاي هوايه شباب جايه صغار والزغار هم اكثر المشجعين وحالتها الماديه تعبانه وصلت سبع ليرات سبع دنانير انتم هم الاردنيين يسمونها ليرات بالشعبي سبع ليرات التذكره سوق سوداء صارت فاللجنه المنظمه هاي الغرب اسيا تستفاد من عندها خلي احجوها هسه على الهواء بس تطلع راسا الامير علي او الاعضاء كان بكتها فاد زراقات وكذا النائبه شو اسمه يخفضونها راسا الامن العام يتصرف على ذول الاسواق السوداء تمام ما قبله هذا محمد ابراهيم الناصر دار وجهه وراح وحتى حسام حسن واتحداه هسه واحلف له على المصحف اذا اذا يردون هسه يطلعون فيديو ويحلفون كذب وانا احلف لهم زين وبدل هذا راح يلتقي لي مهدي هسه مهدي ما يخالف مشجع لين هم ذولا مهدي مهدي تعال صرحنا وكله وكله هذا ابراهيم الناصر وذاك حسام حسن حتى يمدحهم يعني شوف شلون ما جاب مهدي طبعا ما له علاقه لا بالتذاكر لا بشيء لا سيطلع لكم وطني من كان يجي بس يصيح على الجمهور شجعوا شجعوا لو يجي لا واحد انت وين تشتغل؟ انت عندك ليرات؟ انت شنو؟ تندلع؟ لا هذا سوالفهم ذول فمحمد ابراهيم الناصر من هذا الباب انا جبته لا قلت عليك ابن كذا ولا اخو كذا ولا ابن كذا لان انا متربي ومن عشيره محترمه والعراق كله ان شاء الله محترم ما عدا الشواذ اللي انت واحد من عندهم واذا انت زلمه من ظهر زلمه خلينا نتلاقى انا وياك ببغداد، نتلاقى يعني بمكان عام عام يعني حكي مناقشه مو تصورها بتصوراتك انت تعبانة اللي تحرض زعران بعمان على على العراقيين بعمان لما تحرضهم ولما تخلي ناس اقامه اكو اعلاميين تقول لهم مقابل دخولك عمان مقابل اقامتك ما تنحرق مقابل هذا تايد توجهاتك خاف تقول ترى انا اعرف هاي أنا بعمان عمان قاضيها عمر من قبل السقوط الى هذا والعمان يعني عادي هسه فايز 900 دولار والقاك بعمان بس انا اقول لك ببغداد اذا انت تصير براس عراقي شريف نلتقى انا وياك باي مكان اعلام بالعراق خلينا نتناقش وخلي اعرفك انت حجمك شنو انت على قيصر على مو على جماعه قناه بابل وكل كل سوالفكم الخايسه اعرفها بعمان كل اعرفها شلع قلع مو هسه مو احنا نتلوق مثل غيرنا. هاي هي بس اللي خلصت، وإذا نسيت موضوع أنا من العناوين اللي قلتها يا ريت واحد يذكرني بس مثل ما قلنا إن شاء الله العراق يفوز وياخذ ثلاث نقاط وإذا ما فاز تعادل هاي كرة القدم فوز وخسارة تبقى هي فوز وخسارة، الإمارات هم فريق محترم ومدربهم محتاج الثلاث نقاط وإحنا محتاجين الثلاث نقاط. والله يوفقهم سمعت تصريح عبد الخالق مسعود قايل متمسكين براض شنيشد حتى لو خسرنا لا سامح الله هو هذا التفكير الصحيح بصراحة همشي المستوى وتهيئ نفسك للعراق كان مستوى تعبان رياضيا ولا زال هو يعني احنا ندور نصعد كاس العالم ما قادرين ننظم لعبة بالدوري ما قادرين نخلي جمهور تكرمون ما نحط له قفص مال الحيوانات حتى ما يخرب اللعبات يعني احنا لازم هاي كلها نسويها وتحيات لكم واسف لبعض الكلمات اللي طلعت يجوز ما تعجبكم اي واحد عنده استفسار يودينا رسالة على الخاص على العام وين ما كان نجاوبكم عن اي شيء تبس وان شاء الله هذا اللقاء اسبوع اذا ما صار شيء واذا ما عندنا ظروف ان شاء الله قاهرة كل اسبوع نلتقي وياكم بهاي سوالف بيناتنا اعتبروها سوالف وتحياتي لكم من دالاس تكساس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكير أخير قبل ما بالنسبة للأخوان اللي بالمنطقة الزمنية الوسطى للولايات المتحدة اللي من ضمنها ولاية تكساس وأركنساس وأكلوهوما وكلارادو وباقي الولايات مو حضرتني هسه اللي بالمنطقة هاي لعبة العراق إن شاء الله تسعة وعشرين دقيقة يعني تسعة وثلاثة الصبح و نيويورك نيوجيرسي واشنطن دي سي وكذا المباراة تكون ثمانية وثلث 28 دقيقة والمنطقة الزمنية الثالثة اللي من ضمنها كاليفورنيا واريزونا وبعض الولايات وواشنطن ولاية واشنطن اعتقد المباراة تكون عندكم 10 او 11 اعتقد 11 وثلث وتحياتي لكم الاخوان اللي علقون قبل ما اروح اللي علقت وخارج البث ما راح اقدر اجاوبكم هسه هن أجاوب هن هن. من هنا البث راح اجاوب عليهن كلهن تحياتي لكم حمدان تميم من دالاس تكساس الولايات المتحدة وفي امان الله